انا بمشي وين في دمار بلملم حطب من تحت الدمار، يعني لو بوصل يمكن اغلب الايام بوصل للكرامه مش بعمل كيس الحطب على كتفي وبروح فيه، بروح بلاقي ابني هان بلاقيه بلاقيهوش بطلع فيه على الدرج، بجيبش حطب فيش اكل لانه بنولع فيه نار. حسبي الله عليهم اليوم. حياة لا تصلح للآدميين، معاناة بالمية، معاناة بالأكل، لا أكل لا شرب، حصار في أكل، حصار حصار في مية، حصار في فيش كهرباء. والله كان عندي بطارية ونشحنها على الطاقة، حرقوا الطاقة، حرقوا البطاريات، والله على العتمة أنا وولادي بلا أكل بوقفنا على العتمة بالنار، بدنا وقف إطلاق نار، هي أهم شيء هو وقف إطلاق نار، بعدين بيجي كل شيء، بنطلبهم يساعدونا، يحنوا علينا، والله إحنا تعذبنا 10 شهور أو 11 شهر وإحنا في معاناة. غير القتل والطخ والإبادة فينا، كمان المجاعة هذه كمان أزود من الحرب علينا.